بالنسبة للمخفض يعني في فرق بين المخفض الفائت والمخفض الحالي. البلديات يعني والأجهزة قاموا يعني بواجبهم يعني أحسن من مخفض الفات بكثير، بس إحنا بنأمل منهم إنه كمان يعني في تقدم زيادة وزيادة في العمل والجهد، لأنه بتعرف إحنا كشعب كشعب فلسطيني أي إشي بيأثر علينا، لأن شعب منكوب احتلال شوارع مقطعة، يعني لازم نهتم بأدق التفاصيل. الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والأشغال العامة طبيعة يعني اشتغلوا وقاموا بجهودهم وقاموا بكل إشي بوسع ما قدروا عليه، واشتغلوا لخدمة المواطن وخدمة البلد وخدمة الشعب. يعني أداء جيد جدا، خصوصا في هذا البلد الطيب أهله إن شاء الله. أنت يعني تلاحظ كيف بالرغم من الغزارة إلا إنه الآن الشوارع سالكة وماشي، وهالناس انشرحت صدورهم، وهذا فضل الله عز وجل، فضل الأمن، وشكرا لهم جزيلا حقيقة. وبأمل إنه هذه كلمة الشكر لكل واحد فيهم، كان دفاع مدني أو شرطة أو حتى المستشفيات برضو ما قصروا، وإنتوا كمان في التلفزيون عملتوا تغطية كاملة لكل هذا، وشفنا الثلج من الخليل لحتى جنين. والله يعني كل الأجهزة الأمنية اشتغلت يعني بسلام مساعدة الناس، يعني وأنا من ضمنهم، يعني أنا عسكري فهمت علي، وساعدنا بدم بيت لحم واشتغلنا يعني بيت لحم وكمنا على عملنا بأكمل وجه، وإن شاء الله رب العالمين يعني نتمنى أنه هاي السنة سنة خير علينا إن شاء الله. والله احنا أول إشي بنشكرهم على هذا الجهد اللي كانوا فيه، لأنهم كانوا في عمل يعني الله يعطيهم العافية المزبوط، إنهم يعني ما قصروش الأمانة، ما قصروا يعني حد قطعة الكهرباء عندنا في الكرة في بيت سريك فورا اتصلنا فيهم أجوا فورا، كانوا صار زي ما تقول تسجير طرق وما طرق، بالفعل إنهم يعني أجوا برضه ما قصروش، من حد ما اتصلنا أجوا كانوا نظفوا يعني الحمد لله.